نموذج زي الثورة الإيرانية. Is to steer a path between those two bad possible outcomes. تحدثت حضرتك عن ثلاث أمور أعقب عليهم وأخذ رأي حضرتك. الدبابات، لدينا جيش هي القوات المسلحة المصرية تدافع ليس عن مصر فقط ولكن تدافع عن أمن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. رقم اثنين، رقم ثلاثة، مصر أيضا موجودة ضمن قوات حفظ السلام في عدد من بلدان العالم تحت غطاء الأمم المتحدة. الأمر الرابع والأخير، لدينا تنظيمات إرهابية مسلحة في عدد من الأماكن على عبر الحدود من ناحية المنطقة الشرقية على حدودنا مع غزة وإسرائيل، المنطقة الغربية نواجه تنظيم داعش الموجود في ليبيا، المنطقة الجنوبية لدينا مخاوف مما يجري في السودان وعناصر مسلحة إرهابية موجودة في السودان. هذا دور القوات المسلحة، تأمين الدولة المصرية والشعب المصري. الأمر الآخر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أعلم أن حقوق الإنسان أيضا موجودة في الولايات المتحدة، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وتابعنا على مدى الفترة الماضية وربما الرئيس ترامب بنفسه في برنامجه الانتخابي كان يتحدث عن الجرائم القتل التي كانت تحدث بيد الشرطة واستهداف جزء من أصيل من أبناء الشعب الأمريكي. الأمر الآخر بالنسبة للفساد، الرئيس ترامب ربما الأيام الماضية كان يتحدث عن أنه لا مكان لفاسد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الفساد موجود طالما بقي الإنسان، إذا ليست هناك دولة بعيدة عن الفساد. Yes. No, this